الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يسود طقس مغبر مع تربة مثارة في العاصمة الرياض خلال ساعات نهار اليوم مع تسجيل 40 درجة مئوية الملموسة 36، أما الرطوبة منخفضة والرياح تكون نشطة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا سكاكا 38 إلى 25 مع تربة مثارة، غبار خفيف في تبوك 39 إلى 25، عرعر طقس صافي 38 إلى 26. المنطقة الغربية ارتفاع كبير وواضح لدرجات الحرارة في كل من مكة المكرمة ومدينة جدة. جدة تسجل 47 إلى 29، مكة المكرمة 47 إلى 34، المدينة المنورة 43 إلى 31، أما الطائف 33 إلى 23. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 31 إلى 24، أبها 31 إلى 22، وجازان 34 إلى 32. المنطقة الشرقية نشاط واضح في سرعة رياح البوارح المثيرة للأتربة والغبار. الدمام أتربة مثارة 42 إلى 29، حفر الباطن 41 إلى 28، والإحساء 43 إلى 28. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض أتربة مثارة 40 إلى 27 عفوا، بريدة 41 إلى 25، وحائل 35 إلى 25. إلى اللقاء.